جدري القردة هو مرض كان قد سبق لمنظمة الصحة العالمية ما بين 2022 و2023 أن أعلنته جائحة عالمية، والآن يعود بشكل جديد من خلال متحور جديد. نقطة الانطلاق هي دولة الكونغو الديمقراطية. جدري القردة هو مرض عرف منذ أول مرة سنة 1958 بالدنمارك، حين تم تسجيله لدى بعض القردة التي كانت قد جلبت لأجل إجراء بعض الاختبارات العلمية. في سنة 1970 سيسجل أول حالة لدى الإنسان. كما نعرف في سنة 1980 ستقضي البشرية على الجدري البشري. جدري القردة هو مرض يشبه في أعراضه الجدري البشري، إلا أن الأعراض هي أقل ظهورا، وبالتالي هو يخضع لنفس الوقاية بنفس اللقاح الذي سبق وجربته البشرية مع الجدري البشري، والذي أعطى أكله، بحيث أنه تم القضاء على المرض نهائيا في كافة دول المعمور. جدري القردة هو ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، أصبح الآن ينتقل من الإنسان إلى الإنسان، لم يعد محصورا في القرى، أصبح الآن في المدن، لم يعد متوطنا فقط في الدول الإفريقية التي تعد مهدا لهذا المرض، بل هو ينتقل الآن بفعل العولمة، بفعل حركة السفر، إلى جميع أنحاء العالم. ومن هنا كان هذا القلق الكبير الذي أبدته منظمة الصحة العالمية التي أعلنته جائحة عالمية مباشرة بعد إعلان المركز الإفريقي للتحكم والسيطرة والوقاية من الأمراض بأنه يعني يمثل جائحة على المستوى الإفريقي. جدري القردة هو مرض ينتقل أساسا عبر الممارسة الجنسية، يستهدف مجتمع المثليين بالخصوص، ولكن الجديد في هذا المتحور الجديد الآن هو أنه ينتقل حتى بالعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، وأنه يسجل ليس فقط عند الرجال، وإنما يسجل وإن كان بنسبة أقل لدى النساء ولدى الأطفال. الخطورة هي أكثر لدى الأطفال، هذا ما يرشح من المعلومات التي جاءت من الكونغو الديمقراطية. أغلب الحالات تصيب الأطفال أقل من 10 سنوات، الوفيات أيضا بنسب كبيرة في هذه الفئة من العمر. هناك أيضا طرق أخرى للعدوى، هو ليس بمرض تنفسي، ولكن يمكن أن ينتقل عبر الرداد التنفسي إذا كان هناك احتكاك طويل وجها لوجه مع شخص مصاب. يمكن أيضا أن ينتقل عبر ملابس الشخص المصاب أو عبر الأغراض التي سبق ولمسها هذا الشخص المصاب، وعبر تلك الإصابات الجلدية التي توجد على جلد المريض. المريض يكون معديا عندما تظهر الأعراض إلى غاية التئام تلك القروح الجلدية. طيلة هذه المدة هو معدي، هذا يمكن الناس من تفادي الاحتكاك بأشخاص يظهر عليهم طفح جلدي. يمكن للمريض أن يقوم بعزل نفسه،
وكذلك هذا المرض هو يعني مختلف في سياقه عن كورونا، معدل الانتشار أقل من معدل انتشار كورونا التي هي مرض تنفسي تنتقل بدون أن تظهر على الشخص المصاب أعراض، وبالتالي السياقان مختلفان. هذا المرض إن كان لا يدعو إلى الذعر والهلع الشديد فهو يستوجب اليقظة من المواطنين، من المنظومات الصحية، يستوجب عمليات استباقية على مستوى المنظومات الصحية، ويستوجب تنسيقا دوليا لمحاصرة هذا المرض في الدول التي يمثل الآن مشكلا من مشاكلها الصحية. المرض هو أو الفيروس له مدة حضانة تختلف من شخص إلى آخر، عموما هي ما بين 5 أيام إلى 21 يوما. خلال مرحلة الحضانة لا تكون هناك أعراض، ثم تأتي المرحلة السريرية، ظهور الأعراض. في البداية تظهر أعراض عامة تشبه تلك الأعراض التي تظهر عادة في الأمراض الفيروسية التنفسية، مثلا كمرض الزكام وككورونا. تقريبا هناك تشابه في البدايات، ارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالتعب والوهن الشديد، كذلك تكون هناك آلام على مستوى العضلات، على مستوى أسفل الظهر، يشعر الإنسان بقشعريرة تسري في أوصال جسده. كذلك بعد هذه المرحلة، بعد ظهور الحمى ب3 أيام، يظهر الطفح الجلدي. الطفح الجلدي هو يبدأ من الوجه ثم ينتقل إلى باقي الجسم، ويركز بالخصوص على الأيدي، راحتي اليدين، وعلى باطن القدمين، وكذلك على الأعضاء التناسلية، ويصيب كذلك حتى تجويف الفم وحتى جفون الأعين. ما يميز هذه الإصابات الجلدية هو أنها إصابات تمر بعدة مراحل. يبدأ الأمر بطفح جلدي على شكل دي بابول، يسمى بالعربية حطاطات حمراء، بعد ذلك تتكون حويصلات، بعد ذلك بثور تكون مملوءة بصديد أو بقيح. يوجد الفيروس داخل هذه الإصابات الجلدية وداخل هذا الصديد، بعد ذلك تيبس، تصاب هذه القروح بالتيبس، ثم تصبح عبارة عن قشور، ثم تتساقط. طيلة هذه المراحل الخمس من تطور الإصابة الجلدية يكون الشخص معديا، وتكون بالخصوص تلك البثور أو تلك القروح الجلدية مملوءة بالفيروس، وهناك يتم أخذ العينة ليتم تحليلها بتقنية PCR لوضع التشخيص. كذلك ما يميز هذا المرض هو أنه في البداية يصاب الشخص بتورم في الغدد اللمفاوية على مستوى الفك وعلى مستوى يعني العنق، وهذا يجعل الأطباء والمهنيين الصحيين يتعرفون على المرض من خلال كل هذه الأعراض التي هي تعتبر أعراضا مميزة له، وهذا يسهل عملية التشخيص سواء الإكلينيكي أو التشخيص البيولوجي للمرض. فيما يخص اللقاح، لا يتعلق الأمر بنفس الوضع الذي كان خلال كورونا. كورونا كان فيروسا مجهولا من طرف العلماء، وبالتالي انطلقنا من الصفر. بينما في بخصوص هذا الفيروس، فيروس جدري القردة، فاللقاح الذي يستعمل هو اللقاح الذي تم تجريبه في الماضي ضد الجدري البشري،
وبالتالي هو لقاح فعال بنسبة 85%. المشكلة هو أن عودة هذا الجدري ولو بشكل آخر على شكل جدري القردة يطرح مسألة هل يوجد هناك مخزون يكفي لكل العالم لأجل عملية التلقيح. هذا هو التحدي الكبير. الآن منظمة الصحة العالمية توجد في وضع مريح نسبيا مقارنة مع كورونا، لأنه يكفي أن نركز على الدول الإفريقية التي استوطن فيها هذا الداء، وهي حسب علمي لحدود اليوم ما يقرب من 16 دولة إفريقية. يكفي أن نوجه إليها المجهود العالمي والمخزون العالمي الموجود من اللقاحات. وبطبيعة الحال في رأيي هذا اللقاح لن يستهدف كل الساكنة على الأقل في المراحل الأولى، وإنما سيستهدف الساكنة المعرضة للإصابة بهذا الداء، مجتمع مثلا المثليين وكذلك الأطفال أو الأشخاص المصابون بانخفاض في المناعة، وكذلك المهنيين الصحيين الذين تضطرهم المهنة إلى التعامل مع هذه الحالات وبالتالي يتعين حمايتهم. إذن هناك خطط يمكن بلورتها ويمكن تنفيذها إذا كان هناك تنسيق عالمي وتفضيل للمصلحة الدولية، المصلحة يعني مصلحة العالم، لأننا نوجد في قارب واحد.